السلام عليكم. سوق الحد اليوم السوق ديال سبع عيون، وهذا اللي على اليسار. حنا رحنا في واد جديدة، دابا هذه واد جديدة، دلاح المليح داخل ديال الغرب ديال سبو ديال ورغا، داخل بخمسة دراهم. شحال كتبيعوا الدلاح؟ شحال؟ 120 درهم. الله يجيب التيسير. لا المليح 6 درهم، كاين اللي تيبيعوا بخمسة درهم، حتى هو مزيان تيبيعوا بخمسة درهم. انا صورته في الفيديو. دابا بدا تيدخل الدلاح المليح. دابا زيد شوية. هذا اللي صار بلوك، انا ما بقى واقف وسط الطريق، واللي على اليمين في وسط الطريق خلاوناش منين ندوزو. سوق عامر تبارك الله، والغنم غالية. قاطعين الطريق دابا هنا باش ما يدوز حد، قاطعين الطريق باش ما يدخل حد السوق. هنا تيعمروا السوق، معمرين السوق. كاين اللي تيدخل بالسياره ديالو، السوق عامر، بعدا تيزيدوا بلوكيو السوق. زيد 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 تالي عليك، زيد تالي. زيد شوف الاخر لهذا، الله يوفق لك. اش مورايا؟ مورايا الكثير من السيارات. صار كلها سبع عيون. واقفين لي جوندارم، يعني تينظمو تينظمو يعني الحركة تاع السير داخل السوق. الا ما وقفوش راه تتبلوكا، راه تيجي كاين تيجيو جوج الماكسين وكيسدو الطريق وصافي ويخليوها. وهذه راه طريق وطنيه، دونك راه واقفين تبارك الله، يعني 8 بهم ولا 10 هما اللي واقفين تاع رجال الطريق. يعني هنا في الباراج محال واش غيكونوا دايرين الباراج. كل باراج هنايا في هاد الدورة هادي. تيكونوا هنا ديال سبع عيون، هادوك واش حتى هما على حساب سبع عيون ولا على حساب واد جديده؟
دولار. هما كاينين ثلاثة هنا اللي كاينين هاد الست هذا، هادو بالرادار، هادو تيخدمو بالرادار. كان ساحي على هكا، دابا الحرارة كاينة 20، يمكن ملي غنمشيو يمكن غادي تزيد. الصباح فاش جيت للسوق مع 6 الصباح كانت 13 درجة، ولكن كان الجو ساحي، كانت السماء صافية. مالين سايكوك اليوم الحد، كتكون لا سيركيلاسيون شويه مزيره. احنا نطلع على عين طوطو، هذه دابا 9:15 يوم الأحد، يوم هو 9/6. فوتو هاد الفيرما هي فوتو القنطرة، كنلقاو عين طوطو كتبان هاد الحصيده اللي على اليمين. هنا كيجيو السيارات، هنا كيجيو تيجيبو الناس وليداتهم، تيخرجوا لهنا للنزهه. باقي ما جا حد، باقي ما كاين حد. صورت لكم السوق، صورت لكم الاغنام، وصورت الخضار بالجمله وبالتقسيط، وصورنا شويه ديال التشنشيط، مالي الحوت مالي اللحوم. درنا واحد الجوله عامه داخل السوق. ما كاين حتى سياره هنا في عين طوطو، باقي ما جا حد. فعلا اللي غيجي من نزهة ما غاديش يجي مع تسعود، يجي على خاطرو، يعني يجي نزهة. لا سيركيلاسيون عامرة شوية، طريق عامرة. بارك الله عليكم، السلام عليكم.